رجعنا لحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بضيوفنا النهارده، استاذ جمال الزهيري، استاذ ايمن ابو عايد، نقادنا الرياضيين الحقيقه المميزين، الحقيقه دائما بنستمتع بيهم. استاذ جمال، تحياتي لك يا كابتن. كل سنه طيب وانت طيب يا كابتن. دايما مساء الخير عليك، وكل سنه وحضرتك طيب. منورين دايما، سنه طيبين. منورين في يوم الحقيقه كانت ليله مباراه الاهلي والزمالك، كنا هنتكلم على الماتش ونتكلم ايه اللي هيحصل هنا، المعسكر هنا، المعسكر هنا، لكن نقوم نمشي بقى. لا 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 طبعا، ده بالنسبه لكم الاحداث دي اقوى من الحديث فيها يعني. هي انت عاجبك اللي حصل؟ بالتاكيد لا. يعني يعني انا عايز اقول ايه، الدوري المصري ومطالب نادي الزمالك فيه كلها حقيقيه، وكلنا بنطالب بعده اشياء: انتظام جدول المسابقه، ده ما حدش مختلف عليه، عداله التحكيم برضو ما حدش مختلف عليها، لكن ان احنا نصل الى هذا الحد من انه احد الفرق الكبرى جماهيريا وتاريخا في كرة القدم المصرية يعتذر او ينسحب، يعتذر حسب البيان يعني، من مباراة قمة جماهيرية مع النادي الاهلي. مش اول مرة، اسف. ما هو يعني هو مش معنى كابتن انه مش اول مرة، ده مش معناه انه صح. يعني انا مش عايز برضو ايه اقارن، يعني حتى حد يجي ممكن يقولك طب ما الاهلي زمان سنه مش عارف كام لوح بالانسحاب والدوري اتلغى مثلا، ما احنا مش عايزين دايما كلمه اشمعنى نكتر الذكريات، نروح راجعين لورا. في العصر الحديث في كره القدم مفيش حاجه اسمها كده، مفيش كده يعني. حتى يعني ممكن اقول لك زمان، وزمان كانت الكره مختلفه وما فيهاش حته ايه اشمعنى، في عقود وفي رعاه وفي طبعًا دوري وفي قيمه سوقيه. يعني انا عجبني صراحه تعليق. وفي منطقه حواليك ان الكره فيها بقت حاجه تانية بالزبط. وانت الناس بدل ما احنا بقينا حكايه، انت بقيت ترجع يعني، انت بتتراجع مش بتتقدم. احنا بقينا كمان حكايه في بعض الفضائيات العربيه، ناس كتير بتتكلم عن القصص دي. فيعني اعتقد يعني اي مسؤول عن كرة القدم المصرية لازم يبقى يعني عنده غيرة على هذا الوضع، ما ينفعش ابدا. وعايز اقول انه ما ينفعش كمان زي ما قلت دلوقتي ان انا اقول اصل ده حصل سواء من فريق او غيره سنة كذا. الموضوع اتغير تماما زي ما قال الاستاذ ايمن. احنا في مرحلة المفروض ان الكل يلتزم، وانا عجبني في الهيصة دي كلها تصريح واحد لدكتور اشرف صبحي اللي هو احنا مش هنفتح استاد القاهره عشان نوثق، لا والجماهير تروح. ايوه والأمن يعني روح. دي يعني معلش تمثيليه الدنيا كلها تمثيليه مش مظبوطه، لانها تسيء الى كل من ينتمي للكره المصريه. فصراحه الموقف العام غير مرضي ليا انا بصفه شخصيه. استاذ طيب. ايمن نلوم مين يعني في الموقف ده؟ نلوم مين؟ هل نلوم الزمالك، رابطه الانديه، الاهلي؟ بعيد تقريبا، قال لك انا موجود، لعيبتي موجوده، هروح، معسكري موجود. خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. ما فيش شك انه نادي الزمالك له مطالب مشروعه، وليس هناك ليس نادي الزمالك فقط، ولكن بالاجماع ربما كل الانديه الموجوده في الدوري بكل أقسامها ومستوياتها لها نفس الملاحظات، وبتطالب بنفس المطالب اللي بتطالب بها نادي الزمالك. لكن هذا التصرف غير مقبول من نادي الزمالك، ولا يليق بنادي الزمالك وباسم نادي الزمالك كنادي عريق ونادي كبير ومن أكبر الأندية في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية. لكن هناك دوافع دفعت نادي الزمالك للحصول على حقه أو إثبات حقه بطرق لم تعد هناك المخاطبات الرسمية أو البيانات الإعلامية بتجدي مع مثل هؤلاء الموجودين في الجبلية. لا الاتحاد الكرة مهتم ولا بيعير الخطابات أو الاعتراضات على الحكام او على لجنة المسابقات او على انتظام الجدول ولا رابطة الاندية، وسايبين شخص بمفرده بيدير الاتحاد والرابطة.
هو صاحب الجدول، هو صاحب المؤجلات، هو صاحب العقوبات، هو كل معلش قبل ما حضرتك تقول، هو قال لك لو حد يقدر يجي يعمل ما فيش حد دي يتفضل، ما في مين اللي بيتفضل ماشي. هو انا يعني هو عشان ما نظلموش برضو، هو لما انا اقول اللي يتفضل مين اللي هيتفضل؟ هو انا هو عندك كوادر يتفضل مين؟ لو في كوادر يتفضل، انت مانع الكوادر اصلا انها تخش، وهل دول الموجودين هم افضل الناس يديروا كرة القدم؟ طب ما هي علاقتهم بكرة القدم؟ ما هي علاقة جمال علام بكرة القدم؟ ما هي علاقة أحمد دياب بكرة القدم؟ ما هو تاريخهم في كرة القدم؟ هل أحمد دياب يعني رئيس رابطة الأندية لا ينتمي للأهلي أو الزمالك أو من الأندية الجماهيرية؟ بتجيبه مين اللي انتخبه؟ وفين هي الانتخابات التي جرت؟ وفين هو الانتخاب اللي جرى عليه انتخاب هذا الاتحاد من اتحاد كرة القدم؟ أنت حددت قائمة، قلت اللي هيدخل قائمة مغلقة، ودخلت هذه القائمة كان عليها شبه استفتاء، ما فيش غيرك يعني ناجحة بالتزكية زي ما بيقولوا. لكن لو في منافسة وأشخاص متنافسة، الجمعية العمومية هتختار الأفضل والأقدر على إدارة المسابقة. بغض النظر، ليس في العالم كله حتى أنك أنت ممكن تجيب شخص ليس له علاقة بكرة القدم في يجلس في هذا المنصب، ولكن يجب أن يتم اختيار الكوادر التي تعمل معه من المحترفين في وضع اللوائح، في وضع الجداول، في توقيتات المباريات، ترتيب المباريات وكل ده. لكن خلينا أقول لك، يعني نادي الزمالك وصل إلى طريق مسدود، محدش بيسمع، لا 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 بيستجيب للإعلام ولا بيستجيب. أدينا احنا مثلا كإعلاميين، هل انت راضي عن عمل اتحاد كرة القدم؟ هل انت راضي عن عمل رابطة الأندية؟ هل انت راضي عن قرارات والتفاوت في الـ في الـ في عدم التكافؤ العدالة في العقوبات اللي بتتطبق على اللاعبين او على الأندية؟ العملية كل شيء خاضع للمزاج وللشخص اللي هو بيضع العقوبات، وهو بياخد بند من لائحه من رقم 2 ووفقها مع بند من رقم 4 وبتتفاوت، يعاقب الكابتن فاروق بغير عقوبه ايمن او جمال اللي هي لو عمل نفس التصرف. قصدك لكن يعني ما هو احنا شفنا مثلا انت بتعاقب سين او صاد، وتيجي تعاقب مثلا في واقعه الشحات والشيبي مثلا بشكل مختلف. وبعدين كفانا فضايح، يعني الى متى تستمر الكره المصريه بهذا الشكل؟ زي ما قال الاستاذ جمال، احنا بقينا ماده في كل وسائل الاعلام العربيه، ماده حتى سمعتنا في الفيفا، سمعتنا في المحكمه الدوليه. مع العلم ان احنا بنتكلم ان احنا مصر في كره القدم، انت الاقدم وانت الاعرق وانت التاريخ، وبقيمتك وبتاريخك وبعدد جماهيرك وبعدد وببطولاتك كانديه عربيه على المستوى العربي والافريقي، كالنادي الاهلي مثلا اللي احنا بنقول عليه هو ريال مدريد افريقيا، نادي الزمالك من اكبر الانديه في افريقيا والاكبر شعبيه، ليست قاصره على جمهوريه مصر العربيه ولكن في الوطن العربي ككل. انت ليه وصلتنا لهذا؟ لانه اللي بيدير المنظومه مش على مستوى ولا قيمه مصر او الكره المصريه. بقى لنا سنين بنقول الموضوع ده. خلينا نطلع لفاصل وهنرجع نكمل، يعني استاذ جمال استاذ ايمن ماشي. لانك انت دي مشكلة بنتكلم بقالها سنين، مشكلة ازلية وفي نفس الوقت برضو جداول والتوقيتات دي برضو بقالها فترة بتتحط بنفس الشكل. نطلع الفاصل ونكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. هتستأنف الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 المقامة بألمانيا، وهتنطلق مباريات المجموعة الرابعة في 7 مساءً، فهيلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البولندي، فيما هيلتقي المنتخب الهولندي مع النمساوي. وبيتصدر الطواحين الهولندية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الديوك الفرنسية، وبيتواجد منتخب النمسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما بيتزيل منتخب بولندا الترتيب بدون نقاط وودع البطولة بشكل رسمي. وبيخشى المنتخب الهولندي بقيادة مدربه رونالد كومان مفاجآت النمسا،
خاصة إن المنتخب عنده 3 نقاط وبيمتلك فرصة قوية في التأهل لدور الـ16 سواء في الوصافة أو ضمن أصحاب المركز الثالث. وفي مباراة فرنسا وبولندا بيدرس ديدييه تشامب المدير الفني للديوك إجراء بعض التعديلات في التشكيلة الأساسية خاصة بعد ضمان التأهل، وفي نفس الوقت تأكيد خروج المنتخب البولندي رسمياً. وفي 10 مساءً هتقام منافسات المجموعة الثالثة، فهيلتقي منتخب إنجلترا مع سلوفينيا وصربيا مع الدنمارك. وعلى الرغم من سقوط الإنجليز في فخ التعادل أمام الدنمارك بنتيجة 1-0 في الجولة الماضية، إلا أن كتيبة جاريث ساوثجيت بتتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على صربيا بهدف بيلينغهام. وعلى الجانب الآخر بيتواجد منتخب سلوفينيا في المركز الثالث برصيد 2، ولا تزال الفرصة أمامه في التأهل لدور الـ16. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. خليني أقول إن كابتن أحمد الكوشري المدير الفني طبعا الحالي دلوقتي لفريق بلدية المحلة بعد إقالة كابتن أحمد عبد الرؤوف النهاردة الحقيقة بعد هزيمته من البنك الأهلي 5-0. تم تعيين كابتن أحمد كوشري مديرا فنيا لنادي بلدية المحلة، أحد نجوم طبعا كابتن أحمد نجوم الأهلي السابقين، وأحد المدربين الحقيقة اللي كانوا متواجدين في الدوري المصري في عدة أندية في الفترة السابقة. بالتالي النهاردة يعني زي ما بقول لكم كده في 2 مدربين تمت إقالتهم من فرقهم سواء بقى بلدية المحلة والاتحاد السكندري. وبالتالي طبعا بلدية المحلة اختار كابتن أحمد كوشري، منتظرين الاتحاد السكندري مين هيكون المدير الفني الجديد. النهارده كان برضو يعني ماتشات خلصت على مدربين يعني مع رحيل طارق العاشر. التوقيت نفسه كابتن طارق نفسه بقاله فترة، هو في فترة الأخيرة كان عايز يمشي برضو. أعتقد طبعا النتائج دلوقتي نتيجة المباراة الواحدة بتفرق جدا مع أي مدير خلاص فني. دور التاني بالذات لا يعني بالنسبة للاتحاد فيه تراجع في النتائج طبعا. يعني في الأربع نتائج الأخيرة ما كانش اتحكر في فوق في الرابع وبينافس على الرابع بس النتائج بقى تراجعته ورجعته في حتة في 4 هزايم تقريبا أو في الـ5 ماتشات الأخيرة فيهم 4 هزايم تقريبا. هو الاتحاد خسر 9 لقاءات حتى الآن. لا هو يعني طبعا فترة حساسة جدا وحرجة يعني بالنسبة للمدربين والأندية عموما. الغريبة بقى بلدية المحلة رئيس النادي وهم دايما كانوا بيصرحوا ان المشروع ده مكمل، كابتن احمد عبد الرؤوف مهما حصل مكمل لغاية وقت معين 100% لازم. هو بص برضو يا كابتن فاروق عشان يبقى منصفين برضو، هو في ضغوط جماهيرية بتحصل طبعا الأندية وبالذات كمان للسوشيال ميديا، وبالذات مثلا لما بتيجي تتكلم على فريق زي بلدية المحلة في مدينة صغيرة فبيبقى الضغوط جماهيرية اكتر عشان تمتص حالة الغضب وحالة التهدئ الجمهور الغاضب على الخسارة الكبيرة طبعا. وفي نفس الوقت امام فريق مثلا يعني في مستواه او في نفس الليفل بتاعه. والحقيقة البلدية كان بيقدم عروض جميلة الحقيقة، بدايته كانت بيكسر. عكس كده خالص كان بيكسر طيب. احنا كنا متوقع ان احنا هرجع على مشكله المباراه الحقيقه الاهلي والزمالك. دايما كنت معايا انت امبارح نتكلم وقلت لي ان المفروض نادي الزمالك كان قبل ما يعني يوجد الازمه دي كان يقدر من بدري لو كان عنده الكونسبت ده او الفكره دي انه اعتذر من بدري مجرد لما جاله الجدول الخاص بالمؤجلات. صح ولا غلطان انت؟ صح. طيب لا وانت قلت امبارح الحقيقه قلت النقطه دي، ليه الاصرار من وجهه نظرك لمجلس اداره نادي الزمالك على الموقف ده وان هو يكمل للاخر وان هو ما عندوش مشكله ان هو يخسر 3 نقاط؟ ممكن الـ3 نقاط دول ياثروا على تواجده في البطولات الافريقيه لان الـ3 دول هيبقوا 6 في نهايه الموسم. هي المشكله في مجلس اداره نادي الزمالك انه هو بياخد قراراته انفعاليه وبدون ما يحسب العواقب اللي بيبقى مترتبه عليها. هذا القرار اخذه نادي الزمالك حتى داخل نادي الزمالك في على ما اذكر يعني انا بس يمكن الـ3 لعيبة اللي تم ايقافهم وعرضهم للبيع صبحي زناري وفتوح
القرار اتاخد بصيغة وانا انتقدته ساعتها ممكن كنت معاك هنا انك انت قبل ما تاخد قرار تقول تحوله للتحقيق لكن مش تاخد قرار بمعاقبة فلان وعرضه للبيع وفي نفس الوقت ما نفذتش ولا حاجة منه لانك انت كنت متسرع دون ما تحصل اي تحقيق. انت خدت القرار بتاع رد فعل على خسارتك في مباراة المصري وكرة حصل فيها الحكم ما خدش بقرار الفار او الحكم ما رجعش للفار اللي هي ضربة الجزاء اللي احنا فيها. طيب انت بتاخد وبتحمل اللجنة والمسابقات والحكام معاك حملهم زي ما انت عاوز بس القرار ايه دخل القرار بإقامة المباراة؟ قبل ما اتكلم حياتك بس النقطة دي الاندية بس بتشوف اللي ليها ما بتبصش اللي عليها. ما انا برضو اتذكر ان ماتش سيراميكا كان مفروض مثلا حسام عبد المجيد كان يطرد ايوه كان في ماشي أيوة. فهي دي برضو امور يعني لازم ننظر للموضوع بشكل اكبر. يا كابتن فاروق احنا بنتفرج يعني. احنا بنتفرج على اوروبا امبارح في اسكتلندا كان ممكن تاخد ضربه جزاء والمدرب لسه لغايه دلوقتي بيتكلم فيها انه كان ممكن تبقى موجوده مكان المجر مثلا عندها 3-4 نقاط. هدف الـ بتاع بلجيكا اللي هي الكره استشعرت انها لمست ايده اللي هي بالحساسيه والفار لغاه رغم انه فيها ظلم كبير مثلا على يعني يعني انا بقول متعه كره القدم في اخطائها في اثارتها مفيش ما نقدرش نقول الحكم متعمد او الاخطاء مقصود ما نقدرش نقول المنتخب ولا نادي ينسحب عشان حاجه زي كده او أيوة. انت ما تقدرش تلغي الخطا في 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 مباراه لانه قد الصوره قد لا تكون واضحه قدام الفار. بس انا اعتقد ان الزمالك اتضايق ان ما تمش اتخاذ الاجراءات ضد كابتن احمد غندور مثلا. بس هي برضو خلينا اقول انا مش فاهم مغزى قرار الزمالك. هو انت بتهدد انك انت ما تلعبش ده السؤال اللي انا عاوز اساله لكم برضو يعني انك انت ما تلعبش ماتش الاهلي وبعد كده هتكمل ولا انت هتستمر في امتناعك عن خوض بقيه المباريات لحين استجابه الرابطه واتحاد كره القدم لمطالبك اللي انت اصدرتها في البيان. في نقطه ما انا اجاوبك بعد اذنك كابتن. لا فاروق. اتفضل اولا هو ما فيش نقط معينه ممكن حلها فوريا يعني المطالب ما هي دي بقى ما انا بقى عندك ماتش بوك يعني ما بعد يومين ماتش اهلي وزمالك انت جاي تقول لا يعني انا مثلا دلوقتي لو ليا طلب ونفذ لي دلوقتي لا لو ليا طلب محدد اقول عايز تحكيم اجنبي ده يبقى طلب محدد خصوص الماتش بخصوص ماتش معين لو انا عايز انتظام جدول الدوري مش هيتعمل بكره لازم هياخد وقته انت اعمل ومش هيتعمل مع ماتش الاهلي واللي جاي اللي وبعدين لا معلش علاقه ماتش الاهلي بان الزمالك اتغلب من المصري ماشي بسبب او خطأ تحكيم من وجهة نظرهم طب ما احنا ممكن نختلف. في ناس اتفقت على انه الزمالك له ضرب الجزاء صحيحة وان والهدف صحيح اللي هو من ضربة الجزاء وناس قالت لا ده ضربة الجزاء غير اصلا صحيح. غير صحيحة يعني لا تستوجب احتساب ضرب الجزاء. لو قعدنا يا كابتن فاروق لهذا الامر في كل الماتشات مش هنلعب كورة. انا بتكلم ماليش دعوه زمالك اهلي اسماعيلي اي انديه لو انت مسكت ماتشات كره القدم وحطيتها جوه معمل مش هتكمل اسبوعين. طب ممكن السؤال الاهم لان ده برضو الناس بتتكلم فيه هل رابطه الانديه واتحاد الكوره بيرضخوا لمطالب النادي الاهلي وشكواهم في نفس المواقف اكتر من نادي الزمالك مثلا فعشان كده نادي الزمالك بيحاول دلوقتي انت تضحك ليه يا استاذ ياخد موقف عشان يبقى بص خلينا ده مش معيار التساوي مع النادي الاهلي. بص خلينا بص التفكير انا بكلمك على كده مش معيار. انا ما ينفعش اقارن طريقه كلامك معايا بطريقه كلامك مع ايمن اخويا يعني ايه مثلا احنا قاعدين اهو انت بصيت لي شويه وبعدين كلمت الاستاذ ايمن ما اقدرش اقول انت ما بصيتليش زي ما بصيت له لا بس يعني انا معلش يا استاذ جمال
استاذ جمال هنا انت بتتكلم بلوائح وقوانين وتفاصيل محطوطه في أيوة في نظام المسابقه. فهو نادي الزمالك شايف ان النادي الاهلي لما بيجي يطلب حاجه زي كده بيتم التعامل معاه بشكل مختلف، فانا برضو عايز اتعامل معاه بنفس الاسلوب. الاهلي طلب كذا مره، طلع بيانات كتير مؤخرا واخرهم قريب يعني للتحكيم. بس برضو ما فيش في ايدك كنادي انك تاخد هذا البيان وتضمن تاني يوم ان الامور التحكيميه مظبوطه، لانها عمرها ما هتوصل. خلينا واقعيين يا جماعه، عمر التحكيم ما هيبقى عادل بنسبه 100%. ده حتى مع الفار برضو انا حتى بقول. ما هو الفار موجود مش الفار بتاع مصر كانت في الكوره بتاعت زمالك فار مش أيوة. لا مش انا ما بتكلمش حتى مع الفار مش في الدوري المصري، الفار في اوروبا، الفار في كاس الامم الاوروبيه او في كاس العالم ما في يعني ما بيبقاش دقيق 100%. ايوه طبعا يعني حاجات ورد الاخطاء في ضربه الجزاء. هنقول دلوقتي هتلاقينا مختلفين، ضربه الجزاء اللي اتحسبت، ضربه الجزاء ده سؤال، السؤال الثاني الجون اللي جه من ضربه الجزاء صحيح؟ انت رايك في لعبتين دول ايه؟ المصري المصري لا انا شايف انه ضرب، انا من وجهه نظري انا شايف انه ضربه الجزاء غير صحيحه. انا كده لكن الجون جون انا بقول لك اهو الهدف بتاع الزاويه طبعا اللي متصوره طبعا، لكن ما فيش جزء منها ما دخلش من الكلام ده يعني. ما فيش حاجه اسمها 10% من الكوره. الكلام ده لا مؤاخذه يعني نقوله في لما تبقى عندك التقنيه اللي بتجيب الاستشعار بقى اللي هو لا لما تصفر الكوره بقى زي اللي هي بتصفر وعندك الاجهزه وتجيب من فوق لا 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 انما الشكل العام انا بكلمك كناس بنحب نتفرج على الكوره، واضحه انها الكوره واضحه ان فيها زاويه ميل لجوه الجون، لكن هي كضرب جزاء هو خطا. نعم هو خطا خلاص يعني خطا وهيعادل المباراه عدت وانتهت. لا يستدعي كل هذا التصعيد بس انا ارجع بس انا ارقى سؤالي انا سؤالي انا سالته السؤال انا شايف انه الزمالك غير جاهز فنيا لخوض هذه المباراه. كم الاصابات؟ لا ده بخصوص سؤالي انا سالته اللي هو ليه الزمالك لا الاهلي هو بيكلمك على الاهلي لا انا بتكلم على السؤال الاولاني ليه الزمالك خد قراره بالعدم خوض مباراه تمام اوكي هو خارج من مباراه المصري لعب جنوب. مباراه في كم اصابات في عدد اللاعبين وغيابات غير مهيئ نفسيا ان هو يلعب المباراه يخشى ما هو ده انا مش يعني انا بعتبر كده دي اضعاف اكتر اللي هو يعني عدم اللعب ده تكمله لكلامك يعني اضعاف لفكر انا لما اكون عندي ظروف في الملعب اصابه لاعب لاعب مش موجود مش اصابه لاعب انت عندك يجي 6 لعيبه او 7 لعيبه يا سيدي ولو كل الفرقه انا العب برضو لسبب تقريبا نادي الزمالك لما كسب 2-1 دور اول كان عنده لعيبه ناقصه كتير جدا وكان هو الاهلي كان اصلا أقوى. كان عنده مشكله اصلا في عدد اللعيبه هو بص القرار كله من البدايه ولغايه دلوقتي انت مش فاهم مغزاه ايه يعني ما انا بسالك سؤال يعني هو دلوقتي ما لعبش ماتش الاهلي في ماتش جاي بعد ماتش الاهلي حسب الكلام هيلعبه لا حسب البيان كمان حسب البيان حسب البيان كمان لا. لما انت قلت ما لم تنفذ المطالب ايه هي المطالب انك انت لجنه تضع الجدول لجنه محايده تضع الجدول بشكل زي ما هو كان موضوع يعني بدون ترتيب بدون اللعب او تغيير في مواعيد التسلسل المباريات حكام معاقبة الحكمين اللي اداروا المباراه دي وايقافهم ومنعهم من اداره المباراه قبل ما تعينوا في نفس اليوم لماتشات تاني ما فين بقى انت يعني ايه اللي تنفذ من المطالب دي عشان انت ترجع تلعب ولا هو انك اتخذت القرار ده عشان ما تلعبش ماتش الاهلي بس اذا ما كنت اخدته عشان ماتش الاهلي يبقى دي في حاجه بقى اخطاء زي اللي انا بقولها بقى انت خايف من مواجهه الاهلي للنقص العددي والغيابات جزء فني وانك انت خايف من تخشى هزيمه كبيره او قاسيه انك انت ممكن تأثر عليك وعلى شعبيتك كنادي طب عايزك تجاوبني على السؤال اللي انا سالته استاذ جمال وهو جاوبني عليه اللي هو ايه اللي هو الخاص
بان نادي الزمالك وموقفه دلوقتي في فكره عدم التراجع وان هو بياخد الموقف ده بناء على ان بيقال ان نادي رابطه الانديه واتحاد الكوره بيتعامل مع الشكاوى بتاعه النادي الاهلي بشكل مختلف. جاوب يا استاذ. بص اولا الاهلي ليس طرف في هذه القضيه تماما. انا عارف لا. انا بتكلم التفكير في الجانب الاخر. لا هو الزمالك يستشعر ولديه الاحساس انه الاتحاد الكره ورابطه الانديه تعمل على تلبيه او خدمه النادي الاهلي في كل مطالبه سواء طلبها او لم يطلبها. في مثلا طلب تاجيل مباريات للمشاركات الخارجيه او في مواجهات في افريقيا او غيره لجنه المسابقات بترحبوا بدل ما طب ده صحيح بيحصل طبعا ده موجود. نادي الزمالك لا ما نادي الزمالك تاجل له ماتشات زي الاهلي ولولا النادي الاهلي ان هو عنده كاس عالم انديه فتاجل له ماتشين كمان فهي نفس التساوي حتى تقريبا. الردود على مطالب نادي الزمالك مطالب الاهلي بيبقى فيها نوع من زي ما بيقولوا الرد مقبول غير نادي الزمالك. لكن انا مش شايف انت نادي الزمالك طلبت ايه قبل كده يعني انا وما تنفش يعني انا مش فين هو المطالب اللي طلب بيها نادي الزمالك اللي قبل كده. لكن هو لديه احساس وشعور انك انت بتفضل فريق عن فريق اضطهاد يعني انك انت المظلوميه المترسخه عندهم ان انا انه النادي الاهلي هو اللي بيلبى كل مطالب. وتفتكر موقف زي ده يخلي لو ده التفكير يعني ان عند رابطه الانديه ان الموقف ده يغير التعامل مع نادي الزمالك في الفتره اللي جايه؟ بص بغض النظر عن شيء انا شايف انه اهم ما اتخذ او اهم ما تم اتخاذه من هذا القرار ان هو كشف ضعف وعدم قدره المسؤولين في الرابطه واتحاد الكره على اداره المنظومه الرياضيه في مصر وانه مثل هذه الشخصيات تاريخها في الاستمرار في اداره اللعبه حاليا او مستقبلا مش هيكون له وجود لانه هؤلاء بالشكل اللي وصلنا ليه بهذا المستوى لا يصلحوا لاداره الكره المصريه. ده اهم ما حققوا او المكاسب الحقيقيه التي ستعود على الكره المصريه من موقف نادي الزمالك رغم ادانتنا وشجبنا لكل ما خرج عن هذا القرار في نادي الزمالك ولكن المكسب الحقيقي ان هو سيريحنا او يكون خط النهايه او نهايه هذه الاشخاص من اداره الكره المصريه في مصر. طيب تسمحوا لي نطلع الفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. فاصل مكملين مع حضرتك. كملينا مع حضراتكم استاذ ايمن استاذ جمال. خلينا بس البيانات في الحقيقه والخطابات الموجهه هنا والموجهه هنا وتفاصيلها الحقيقه برضو ما تقالش انسحاب من وجهه نظركم يعني الموضوع اتقال ان نادي الزمالك بيعتذر ونادي الزمالك قال انا عندي ظروف يعتذر عن ايه؟ عن انه يلعب اصل بص احنا ورابطه الانديه قالت لك اعتذار ولما بعت النادي الاهلي رابطه الانديه اخذت هذا البيان على انه اعتذار عن عدم لعب المباراه يعني انسحاب. طب ما تقول انسحاب. لا ما هو بيان نادي الزمالك واضح جدا ان هو مش عايز يقول. الجواب اللي بعته للنادي الاهلي واللي موضح لو عندكم يا جماعه ان نادي الزمالك اعتذر عن اللقاء بالظبط لكن هو طيب النتيجه 2-0. طيب رغم الجواب اللي طالع للاعلام او الموجه اللي من مين؟ من اتحاد كرة القدم. مفيش اي حاجة رابطة الاندية من رابطة مفيش اي حاجة بتقول انه ده من الرابطة للاتحاد. ده جواب الرابطة الموجه لاتحاد الكرة. ايوة مفيش اي حاجة. لا ده موجه للنادي الاهلي. ده الموجه للنادي الاهلي. اصلنا النادي الاهلي مش عارف ايه. تقرر عدم اقام بشأن اعتذاره عن اداء مباراة الاهلي والزمالك بناء على كتاب نادي الزمالك. النتيجه 2-0 اهي في الاخر. في الاخر ده خطاب النادي الاهلي. الخطاب اللي طالع قبل كده بتاع نادي الزمالك في واحد لا. للاتحاد البيان بتاع رابطه الانديه رابطه الانديه للاتحاد ما فيش اي حاجه بتقول النتيجه كام.
لا اهو اهو عدم اقامه المباراه، عدم اقامه المباراه ده اللي راح، مفيش نتيجه. لا ده الخطاب اللي طالع من الرابطه الى اتحاد كره القدم. ايوه الجواب التاني، ودائما اعتذار وكله اعتذارات، مفيش اي حاجه انسحاب إيه بس ولا اعتذار دي. طب هو قانونيا بس عشان انا جالي كده ايه حد قانوني يبعت لي قال لي قانونيا اعتذار غير انسحاب. اعتذار لو انا رحت وقدمت شكوى ايوه الماتش ده يتعاد. ليه؟ ما هو انت كده بتدخل الاهلي طرف في الازمه رغم انه الاهلي ليس طرف في هذا. لا الاهلي تلقى خطاب من واعلن على موقعه الرسمي. انت لو جيت قلت لي المباراه هتتعاد الاهلي هيقول لك لا، يبقى الاهلي دخل طرف في لا، يبقى كده الاهلي ممكن هو اللي هيحتج بقى طبعا. انت كده دخلت الاهلي، هو زي ما انت كده بعت للنادي الاهلي كان يجب الجواب اللي طالع من اتحاد من الرابطه لاتحاد الكره واللي موجه او المنشور او اللي مسرب او اللي موزع على الاعلام يقول ده اعتبار النتيجه، لكن انت مش تبعت للطرف النادي فقط. طب انا مثلا كاعلام ده بيان الاهلي اتفضل زي ما نكمل كمل يعني انا النادي الاهلي قال لك خلاص انا تلقيت خطاب هو خلاص النادي الاهلي، لكن احنا كاعلام اكتب النتيجه ايه انا بكره؟ لا هو النتيجه حسب الكلام ده اللي هو ده كلام الرابطه المرسل الى النادي الاهلي ده كلام. انا لو النادي الاهلي ما بعتليش الجواب او ما شفتش الجواب بتاع النادي الاهلي هعرف منين ان هو حسب النتيجه 2-0؟ بس هو في فرق بين اعتذر عن اداء المباراه وبين انسحب من المباراه. هي نفس المعنى، نفس المعنى. لا انت اعتذار طبعا. لا في طبعا فرق. ولو اعتذار يعني ايه يعني؟ ما هو مش يعني اعتذار عن اعتذار حاجة. بس انا هقول لك دائما بيكسب اعتباره منسحبا. الرابطه لما تلقت الخطاب ده من نادي الزمالك تلطيف يعني اعتبرت اعتبرت ان هذا الاعتذار هو انسحاب عن المباراه، انسحاب من المباراه، وبالتالي لا. بس خد بقى الزمالك قال لك ظروف قهريه فانا لما انا وافق واقول اوكي ان كانت ظروف قهريه انا ممكن استند ان انا بعت الجواب يعني تتقبل ان انا بعت الجواب والخطاب ان انا ما لقيتش ان عندي ظروف قهريه او حصل ظروف قهريه. ايه الظروف القهريه ما هي دي بقى ماشي يعني. هل انت تتوقع انه نادي الزمالك في حاله عدم اقامه المباراه يرجع بعد كده على اللجنه على رابطه الانديه؟ عنده ده موضوع تاني بقى، لكن لغايه دلوقتي الدولي يبعت الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي اولا هيرجع، انا من وجهه نظري هيرجع الامر الى الدوليه، هيرجع الامر الى الاتحاد المحلي لان هو اللي بيدير المسابقه قبل ما يعني قبل موضوع المحكمه الدوليه. ليه؟ لانه ده امر داخلي جدا طبعا. مسابقه احنا برضو عشان لازم نؤكد على حاجه، كل الظروف اللي اتكلم فيها نادي الزمالك احنا كلنا متضايقين من الوضع ده، يعني مش هقولك احنا بس، احنا والاندية كل الاندية متضايقة من العشوائية. يعني انت هتبتدي الاندية هتبتدي في اوروبا والدول العربية وفي افريقيا وفي وانت الدنيا لسه ما خلصتش الدور وانت الاول، وانت لسه ما خلصتش الدور الاول، في ماتشات في الدور الاول، دي كارثة يعني، دي في حد ذاتها يا كابتن فاروق كارثة. انا مش عارف ازاي رابطة الاندية اللي هي مفروض عملها الوحيد هو تنظيم المسابقة موافقة على ده، او هي اللي عاملاه، شيء غريب برضو مش طبيعي يعني. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على انه الاعتذار او الانسحاب من مباراة يا اما تعتذر من الاول قبل ماتش فاركو بالنسبة للزمالك. مفيش حاجة اسمها اعتذر عن ماتش الاهلي بس، لكن العب مع فاركو والعب مع اللي بعد الاهلي بعد العوده من التوقف الدولي. ده اللي كان قصدك يعني بعد العوده من التوقف الدولي؟ لا يعني طالما في موقف اخده على طول. مش يعني مش انت حطيت هتلعب ماتش فاركو دي كانت برضو نقطه يعني يعني جدليه يعني هنسحب بس بعد يعني انا الجاي. مش هلعب الاهلي لكن هلعب فاركو وهلعب بعد الاهلي. وانا برضو انا لسه لغايه دلوقتي بسال، ما انا بقرا في البيان اهو بقول لك ايه. لا البيان الاولاني يحمل المعنى ده، اول بيان طلعه وتتعهد الاداره ان تعود في القريب هيلعبوا الماتشات الجايه
للمنافسات الكروية. تلعب لا بس هنا للمنافسات الكروية الشريفة. طب يعني هل المنافسات الكروية الشريفة بعد مباراة الأهلي فقط؟ يعني مباراة الأهلي هي كان فيها المشكلة؟ اه يعني هي ده ده يعني ده المفهوم، علما بأن الأهلي معلش ما كانش طرف بأي شكل من الأشكال ولا منافس خلاص. لا مش معاه لا يعني ولا منافس. لا سيبك من لا منافس. ولا منافس للزمالك في للزمالك في البطوله. أوه. خلاص اه لا انا فماتش مش ما فيهوش تحديد. أوه. مين هيبقى بطل دوري ولا مين هيخش دوري ابطال. اه يعني الموضوع ما كانش لا هو القرار او البيان جايب حاجات متحمله. أوه. من قبل كده متحملين. اه متحمله طول الموسم مثلا ممكن طول السنين اللي فاتت في امر ما، لكن هل ده معناه انا 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 اتقال لي ان نادي الزمالك يعني مداخله طبعا من احد المستشاري نادي الزمالك يعني ان نادي الزمالك يعني هو بيقود حمله تصحيح مسار الكره في مصر، هل ده صحيح؟ ممكن ما هو التصحيح ماشي احنا مع التصحيح، هو احنا كلنا بنأيد التصحيح مفيش حد مع, مع الزمالك او مع اي حتى مع الالومنيوم لو بيقود حمله يعني دعوة للتصحيح كلنا هنبقى معاه. طب ليه الأندية التانية ما اتخذتش نفس الموقف؟ آه. إذا كانت هي حملة ما هو بص الأندية التانية معلش بدون نادي جماهيري زي الأهلي أو الزمالك أيوة ما كان ممكن تستغل المناسبة يبقى في موقف جماعي معايا يعني يبقى في موقف جماعي الناس منتظرة ماذا سيسفر عنه الأمر، لكن أنا زي ما بقول لك من أهم المكاسب التي ترتبت على ما حدث اليوم رغم اعتراضنا وإدانتنا لكل ما خرج عن نادي الزمالك في هذا الموقف إلا إنه المكسب الحقيقي إن هو نهاية هذا العصر لهذه المجموعة من التي تجلس في الجبلية كرابطة وكاتحاد. بس الرابطة دي يعني برضو خلينا متفقين هي من الأندية. طب هتجيب منين من الأندية؟ لا هتجيب طبعا لا انا برضو مع حاجه هتجيب اشخاص طبعا والله وفي في في ما الرابطه هي اللي جايبه مجلس الرابطه. الانديه هي اللي جايبه مجلس الرابطه الانديه نفسهم يا باشا للمره الثانيه على التوالي يا باشا ما حدش اختار ورئيس الرابطه النائب احمد دياب مرشح قوي لاتحاد الكوره ده يبقى قابلني لو حصل لا ما انا بقول لك لا بس انا عايز اقول انه الموضوع بص اصل هو الناس دي يعني هو انت نجحت في رابط عشان تنجح في اتحاد لا هي يعني في محاولات للنجاح شرط في نجاح فين هو النجاح احنا بنقول الدور الاول ما خلصش هل ده نجاح ولا هنرميها خلينا بس نرجع لسنتين ورا وقت كورونا وكانت الرابطه موجوده صح ولا غلطان والنائب احمد دياب او الرابطه عشان بس هو متوسل فيه قال لك يا جماعه احنا عايزين نلغي الدوري او نعدل شكل الدوري وكل الانديه رفضت صح ولا غلطان صح طب يا جماعه احنا هنتحمل بعد كده مشاكل هتحصل في جدول الدوري و ايوه الانديه رفضت لانك انت طيب هو في كانت محاوله لولا الانديه قالت لك لا انت كنت بتقول ده في نص الموسم محدش هيستجيب لك لكن انت كنت مقبل على موسم جديد واحنا كنا معاك هنا انا والاستاذ جمال والاستاذ عصام كذا مره بنتكلم فيها ابدا قبل ما الدوري كان لسه بيبدا قلنا قول وما كانش لسه حد بيفكر ولا حد قلنا قول خطتك للموسم الجديد زي ما بتقولوا ايه العقد شريعه المتعاقدين يعني من البدايه هقول الدوري الجاي من دور واحد الدوري الجاي في مؤجلات لازم موافقه الانديه صح كنت ايوه هياخد موافقتها بس انا هاخدها من الاول ما اجيش انا دلوقتي هقول لك لا طبعا احنا لا احنا هنلغي الدور الثاني مثلا لا طبعا زي ما بيحصل في افريقيا زي ما بيجي دلوقتي بيقول احنا هناخد الترتيب من واحد لغايه اربعه على المتصدرين في الدور الاول الاول والثاني هيروحوا دوري الابطال والثالث والرابع هيروحوا الكونفدراليه ده غلط انت مش عارف تحط لائحه من الاول يعني مريت بيها تحت ظروف العام الماضي جاي بتكررها ثاني برضو وانت تعلم جيدا ان الاتحاد الافريقي عنده معاد معين لانطلاق البطولة الأفريقية أو بطولات الأفريقية بتبقى متحددة والأسماء بتبقى رايحاله بالأندية من كذا مش قادر تحسم دي هل أنت حسمتها من البداية أنت عندك 100 مشكلة يعني بص إدارة مشكلة إدارة منها تحديد الأندية اللي راح إدارة كرة القدم في مصر
بالقطعة وحسب الظروف. خلينا واقعيين. لا وحسب المزاج. لا كمان حسب الظروف يعني ايه؟ ايمن ما جاش مش مشكلة. هنجيب بلاها ايمن خد جمال. اه. ايوه اه والله ماشية اللي هو ايه عارف بيقولك بيلبس طقيط ده لطقيط ده وماشي الحال. مسألة ان الاهلي اتأجله ماتشات اكتر الاسباب معروفة يا جماعة. ايوه. خلينا واقعيين برضو. الزمالك اتأجله. بيراميدز اتأجله. الفيوتشر اتأجله. التلاتة اتأجلهم بس ماتشات اقل. لان هم بيلعبوا ماتشات اقل. حسب وصولهم لدور ايه. بالظبط. الاهلي عنده بادئ الموسم وهو اتحاد العاصمة اول الموسم. فلعب وبعدها اتأجل. يعني عايز اقولك ايه. دي ارتباطات الاندية. وعلى فكرة. بس هو بس عشان ما برضو هم محددين ان على اقل اربعة ايام. بس خلينا أيوه برضو. أيوه. عشان وده بيمشي على الكل. تمام. وهم نفذوا كده. ايوه نفذوا كده فعلا. بس برضو خلينا. اربعة ايام لو بيلعب بره. لو بره اه. لو جوه تلات ايام. هو برضو من ضمن اعتراضات نادي الزمالك بس عشان ما نغفلهاش برضو. انك انت لما بتيجي بتأجل. بس لما بتيجي تلعب. بتروح جايب ماتش يوم الخميس بتلعبه قبل ماتش يوم الاحد. وماتش يوم الاحد بتلعبه مثلا قبل يوم السبت. ايوه ترتيب المباريات. ايوه. طيب هل الترتيب ده ممكن يساعد نادي في الحصول على بطولة او نادي ان هو يسهل موقفه في التواجد مثلا في افريقيا؟ هو كمنافس من حقه يعترض. ليه؟ لان انا شايف انت بتجيب لي مباريات اقل مع فرق اقل في القوة او في المستوى. بلعب معاها وانا راجع مرهق. انا راجع بعد مباراة مثلا من سفر. غير لما مثلا انت قصدك ده ممكن يبقى مقصود. طبعا هو مش غض النظر مش مقصود. يعني انت بتتكلم على الفرق كلها مقصود للفرق كلها ولا بيبقى مقصود لنادي بعينه؟ لا هو مقصود. هو اعتراضه كان على النادي الاهلي بالتحديد. يعني انت مثلا الاهلي كان عنده ماتشات مع بيراميدز. انت رحلت ماتشات بيراميدز ودخلت له مثلا ماتشين للداخلية او ماتشين اللي مش عارف انا بس مش معايا الجدول يعني. ايوه مفهوم. يعني الداخلية لعب ذهاب وعودة ورا بعض وفي ماتش تاني برضو تقريبا كان لعب الماتشين ورا بعض. طيب بيراميدز فين انت بترحل له القوي؟ يعني انا مثلا راجع من بس هيفضل القوي ده موجود عقبة. انا وممكن تبقى مباريات حاسمة بالنسبة له. ما هو احنا بقى بنتكلم بقى في الـ في الـ في التكافؤ الفرص والعدالة والمنافسة الشريفة. دي الحتة اللي بنتكلم فيها. انا مثلا بغض النظر على الاهلي او غيره او ممكن فيوتشر او بيراميدز برضه ممكن يكون راجع من بطولة افريقية فيها سفر ومثلا خسران او عنده اصابات او عنده ايقافات او عنده حاجة. لما انت بتغير معادها بتديني فرصة ان انا اللاعب المصاب يكون رجع. اللاعب اللي عنده ايقاف خلص الايقاف فيه. بتاعه ما فيهاش عدالة طبعا. بس برضه عايز اقول حاجة في المنافسات. وجهة نظري يعني انا بحترم بيان الزمالك ووجهة نظره مفيش مشكلة. بس انا برضو عندي وجهة نظر تانية ان انا مشغلش بالي بالمنافسين الاخرين. لان لو ده حصل انا هتشتت. انا كنادي هتشتت. ولذلك بقول انه مسألة طرح فكرة الانسحاب او عدم اللعب اصلا برضو مرفوضة. ليه؟ بيحصل نوع من الاعتياد عند اللعيبة ان هو ممكن الماتش يتأجل وبعدين بعد كده ارجع افاجئه واقول له العب. انت فاهم قصدي؟ تعرف الخطورة اللي كان هيحصل فيها ويقع فيها نادي الزمالك ان هو كان ممكن يتراجع اليوم زي ما تردد كده ان هو يرجع. انت اللعيبة معيشها ليها اسبوع انه الماتش مش ملعوب. بس ده حصل كتير برضو. هنرجع نقول لا حصل قبل كده مهما كان بغض النظر كسبت او خسرت. لكن تجيبني وانا معلش يعني لا باكل اكل ماتش ولا بنام ولا بدل ولا ذهنيا ولا بتمرن ان انا داخل مباراة وتيجي تقول لي خلاص خش المعسكر عشان بكرة عندك ماتش. نفسيا لا طبعا. نادي الزمالك بيبحث عن ايه بقى في بطولة الدوري دلوقتي من وجهة نظر كابتن؟ احنا هنا واحنا قاعدين هنا اتكلمنا اتكلمنا على ان الزمالك ده من فترة كده قدامه بطولة واحدة اللي هي الافريقية الكونفدرالية وخدها. وانا قلت كان عنده فرصة. ايوه انا كان عنده فرصة على المنافسة على الدوري. لا انا مش بتكلم هو راجع بالبطولة الكونفدرالية وحالته المعنوية. لا انا مش بتكلم على الدوري او فرصته.
الزمالك كان عنده فرصة في الدوري وما زال. ما اقدرش اقول انا الدوري لسه شغال، لا انا بتكلم على ايه، انا قلت ان الزمالك يركز في البطولة بتاعته اللي هو ضامنها ويكسبها، مش مهم دوري ابطال افريقيا، مش لازم تبقى اسمها يعني اي بطولة النادي هياخدها هتسعد جماهيره. انا غلطان؟ اي بطولة، مفيش حاجة اسمها بطولة A1 وبطولة B، اي بطولة الفريق البطل لازم يلعب كل بالزبط بطولة كده. هدفه فيها الفوز بالظبط كده، وده اعتقد حصل، تم التركيز فيه والزمالك كسب الكونفدرالية. وانا نفس الحكاية بقول الزمالك والاندية كلها ما تشغلش بالها بالمنافسين، انت ركز عندك ماتشات ايه، وانت ما تضمنش ظروف المنافس، ما ممكن تبقى انت متوقع له ان هو يكسب يتغلب يكسب ويتغلب، بس العب على ده على طول ما بس انا اعتقد ان هو بالحسابيه بالنقاط اللي وصل لها بنمت الزمالك لو كسب كله حتى مبارياته أيوه مش هيوصل للكابتن، هو خارج المنافسه اوريدي. انا مش بقصد دلوقتي، انا بتكلم من بدري من بدري في وقتها في وقتها كان موجود ايامها معتمد جمال كمان ايوه كان معتمد. قبل ما يجي للراجل البرتغالي جوميز، فكنت بقول انه معتمد جمال في الوقت ده يركز في البطولة. ده انا من زمان ايوه انا قلتها كتير قوي في الدوري المصري. لا انا قلت انا حاسس انت عارف الواحد بيحس بايه تقريبا كان بقالك سنين معتمد تقريبا كان السنه اللي فاتت ايوه كده طيب. يعني الحقيقه كلام في مشكله الحقيقه ما كناش نتمنى تبقى موجوده، وكنت عايز اتكلم في اوروبا. تصدق نروح بقى لحاجه حلوه، تصدق ان ايه رايك في بطوله اوروبا؟ طيب أجمل الازمه دي احنا مشغولين بيها اكتر من اوروبا. ده انت عندك كوبا امريكا كمان وكوبا امريكا واخد بالك، بس طبعا دول اتفرجت على الماتشات. طيب بس اتفرجت بقى شويه على ايه الفريق اللي لفت نظرك لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي ما هو الفرق كلها بتتنافس. اسبانيا صراحه لا هي اسبانيا بس برضو المانيا موجوده في الصوره. ايطاليا اللي ايطاليا النهارده التعادل ده مهم جدا. كرواتيا وبعدين ايطاليا يعني متعوده دايما انها بتبدا ستيب باي ستيب يعني. بس خلي بالك ايطاليا بقى لها نسختين في كاس العالم ما وصلتش. لا بس هي حامل اللقب، هي حامل اللقب الاوروبي ماشي بس ما يعني في كاس عالم انا شايف بيزعل في فريق يعني. مثلا امبارح سويسرا كان ممكن يعمل مفاجاه صح عادي المفاجات المانيا جابت الجول تعادل لكن البطوله استثنائيه في كل شيء في ارقامها في اهدافها في يعني الواحد. بالمناسبه بقى عايز اقول وجهه نظر لتعباني، انا نفسي اعرف ليه كاس الامم الافريقيه كل سنتين دونا عن بطولات الدنيا؟ هي ليها لا ده سؤال ليه اولا بطوله الامم الافريقيه دي بنقعد ندور لها على مكان وعلى وقت وتبرجل الدنيا كلها يا اخي اعمل زي اسيا زي امريكا الجنوبيه زي اوروبا من اهم اسباب اربع سنين بص من اهم ارتفاع اهم اسباب ارتفاع الكره في افريقيا وتقدمها وتقدمها هي اقامه البطوله القاريه كل سنتين. ليه انت بتبين لعيبه جديده بتبرز منتخبات وبتدخلك في فورمه المنافسه وهي اللي رفعت مستوى انت شكلك مع الرعاه. لا مش لان هو انا معاك ده كان مقبول لغايه ممكن البطوله الجايه لكن اتمنى وانا معاك طبعا بضم صوتي انها بعد كده تبقى كل اربع سنين. حاجه غريبه جدا الكره الافريقيه وصلت لمستوى يخليها تقدر تنافس الكره. طيب يعني النهارده ده صوره يعني حبيتها جدا ان انا النهارده نتكلم عليها وجود احمد رفعت بصحه جيده الحمد لله ربنا يديله الصحه مع زمايله المسؤولين في نادي فيوتشر حقيقه ميدل فيوتشر وده شيء جميل اسعدنا كلنا الحقيقه وبالتالي الحمد لله على سلامته ويكتمل الشفاء يا رب ان شاء الله كده. دي زيارته الحقيقه للنادي النهارده دي احلى لقطه نسميه اريكسن بقى بتاع الكره المصريه هي كانت صعبه في الوقت ده برضو يعني احنا عشنا ربنا يديم احمد رفعت لانه ولد جميل جدا ومحترم جدا جدا ربنا يكمل شفاءه ان شاء الله طبعا. نورت وشرفتونا شكرا استاذ ايمن بشكرك استاذ جمال بشكرك ان شاء الله دايما متواجدين يعني ما فيش عندنا ازمات ولا مشاكل تفتكر ان شاء الله ما يبقاش في دايما ازمات وانا مشاكل. اشكركم وان شاء الله بكره هنكون معاكم في حلقه جديده. اسبوع على خير.